وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا في استوديو مركز الأخبار سعادة السيد علي العرادي، عضو مجلس الشورى وعضو في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس. أهلا بك سعادة السيد علي. أهلا وسهلا وأشكرك طبعا على الاستضافة. سعادة السيد علي، يعني لا شك أن لفقيد الأمتين العربية والإسلامية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد مآثر كثيرة ومواقف عديدة. نعم. يعني لو نستعرض من وجهة نظرك. نعم. شكرا جزيلا. طبعا بداية تعزية واجبة إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا المصاب الجلل. نعم. وكذلك إلى قيادة وحكومة وشعب مملكة البحرين وعلى رأسها سيدي حضرة صاحب الجلالة لما يتمتع به الفقيد طبعا من مآثر كبيرة. بالعودة إلى سؤالك، طبعا الفقيد الراحل يعني كانت مسيرته مليئة بالإنجازات وبالمآثر الكبيرة، وذلك لأنه استلم بداية مع والده المغفور له بإذن الله تعالى المشاركة في تأسيس ووضع اللبنات الأولى الأساسية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وبعد ذلك ومنذ أن تقلد طبعا موقع الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة انتقل بالإمارات العربية المتحدة إلى مرحلة لاحقة، وهي مرحلة البناء ومرحلة الإنجاز والتمكين والتنمية، والتي يعني استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذه الجهود الكبيرة التي قادها المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ خليفة بن زايد أن تكون الإمارات ما نراه اليوم، وأن تصبح الإمارات دولة رائدة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. طبعا من ضمن الأشياء التي كذلك يعني لم يلمسها الجميع في شخصية هذا القائد الفد بأن له في جوانب شخصيته علاقة مع الإنسان، وبالتالي نجده من أول المساهمين على المستوى الشخصي وكذلك على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم الخدمات الإنسانية. ويمكن ندلل على ذلك بإنشاء مؤسسة خليفة بن زايد طيب الله ثراه للأعمال الإنسانية، والتي قدمت خدماتها للجميع، للذين تضرروا من الحروب، الذين تضرروا من الأزمات، قدمت هذه الخدمات الإنسانية الجليلة. نعم. للشعوب وللدول دون تمييز، وهذه أتصور من أهم سمات هذا القائد الكبير الذي نعم. سنفقده طبعا. نعم سيد علي، يعني لا شك أن مسيرة عطاء كبيرة. نعم. شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة في حقبة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، والتي سرى فيها على خطى والده وما رسمه صاحب السمو الشيخ زايد. نعم. بن سلطان الهيان رحمه الله. الآن حقبة جديدة من التقدم بانتظار دولة الإمارات، لا شك في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. نعم. يعني كيف تنظر وتستشرف هذه الحقبة الجديدة؟ شكرا جزيلا، وأعتقد أن ذلك أيضا سؤال مهم. وكذلك طبعا تهنئة خالصة من القلب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وسمو الشيخ محمد بن زايد. بطبيعة الحال هو خير خلف لخير سلف، وهو القائد الحكيم والذي يتميز بشخصيته يعني الجامعة بين القائد العسكري والقائد السياسي المحنك، وبين كذلك ذلك الرجل الذي يعني جبل على التواضع وجبل على مساعدة الآخرين، الرجل الذي يتواصل مع الجميع والذي قاد ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية كبيرة على مستوى المنطقة من ضمن الدول من التعاون وعلى المستوى العربي وعلى المستوى الدولي. من أهم تصور سمات شخصية سمو الشيخ محمد بن زايد بأنه رجل بعيد النظر، بأنه رجل دائما ينظر إلى مصلحة ليس فقط الإمارات ولكن إلى مصلحة المنظومة الخليجية. وبالتالي نحن جميعا متفائلون بكونه في سدة رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك طبعا التفاؤل هو تفاؤل للجميع. وكذلك أعتقد بأن العلاقات المتميزة التي تجمع القيادتين الحكيمتين في مملكة البحرين وفي دولة الإمارات العربية المتحدة هي كذلك ما نعول عليه. هذه العلاقات المتميزة نجدها كذلك في المواقف المشتركة الإقليمية والعربية والدولية، وبالتالي يعني نطمح إن شاء الله بأن نرى الإمارات كما هي دائما في مقدمة الدول الساعية دائما للأمن والسلم الدوليين. سيد علي العرادي، عضو مجلس الشورى وعضو في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. شكرا لك على هذه الاستضافة.